فالناس تبغانا نتكلم عن موضوع عبد الجواد. بالله ايش ممكن تقول في موضوع عبد الجواد يا ابو نايف؟ وهل اقول هذا الموضوع اللي بدا فعلا فعلا يزيد عن حده؟ اقول لك هي الاشكاليه يا تركي، انها يعني في ناس ما مستوعبه ان هذه اقتحام خصوصيه. يعني انا ماشي في الشارع في امان الله، اوكي انت تحترمني انا احترمك، بس انك تستغل الموضوع هذا اللي خليني اقول انها يعني بين قوسين صارت اصبحت سماجه. يعني اصبحت احنا هذه مشكلتنا احنا في البعض تجيه التقنيه وبعدين يحورها على شيء ابدا ما له علاقه في الاشياء هذا، لا في تقنيه ولا في اي شيء. احنا نتكلم عن اللي صار في عبد الجواد، وبعدين نمتد فيها على اللي يصير على نجومنا في الملعب. احنا تركي في العالم احنا نشوفهم كيف يحترمون نجومهم، يحترمون رموزهم، يحترمون مبدعينهم، يحترمون مواهبهم، له تقديره الخاص سواء من المنافس او غير المنافس. يبقى هذا يعني خلينا نقول له شعبيته وله جماهيريته وله احترامه وله تقديره. اما انك انت تطلع نجمك بالصوره هذه، يعني بالاسلوب المقزز هذا، بالاسلوب الصبياني، بالاسلوب الطفولي هذه، هنا الاشكاليه. انا ما اعتقد انها لا يعني ورد. والمشكله احنا عندنا ناس يعني زي ما يقولون يعتقدون ان النجم هذا برضه ما له مشاعر ولا حسيس. اوكي انا معك انك شخصيه عامه ويكون رد فعلك لازم يكون رد فعلك يعني اعلى من الاستفزاز اللي موجود، تصير اهدى من كذا. ولكن في بعض اللاعبين على فكره عندهم طاقه ان لما تجي انت تستفزني عند اولادي وتستفزني عند عيالي قدام بيته او تستفزني عند انا مع زوجتي تجي تصورني، وش الكلام هذا؟ عيب. شخصيه عامه، يلا اسكت عنه. لا يجيك ناس يعني زي ما يقولوا وش الطريقه الحين؟ يعني واحد يصور واحد يسوي الحركة. والمشكلة أنك يعني أنا ما أدري هل لا يفترض أنه يكون في قانون ويفعل قانون على الناس هذول. أنا أعتبرهم لصوص، هذا لصوص الحياة الشخصية للشخص، هذا لصوص يجي يقتحمك بدون استئذان، ولا تجي أنت بأدب له وتبغى تصور معه أو محترمه وبابتسامة، فتجي من ردة فعل يعني قبيحة. فلذلك يعني السيء الحين صار يخرب عليك وعلى على الشخص الكويس، لذلك الشخص الان النوعيه هذه يتفاداها. انا اعرف انت مع انه محمد عبد الجواد يرفع قضيه لو فعلا يعرفهم؟ بالتاكيد يرفع قضيه ويرفع. واي شخص مو عبد الجواد، اي انسان عادي يلقى احد يصوره بدون ما يدري عنه ترى تعتبر جريمه. هذا انت تقطع يعني مجرد التصوير وانا ما ادري ولا سمحت لك، طبعا هذه جريمه. كيف اذا انا وانت جينا وجيت اسات لي أسأتي قدام أسرتي، قدام أهلي، قدام معجبيني، أنا شخصية عامة. لذلك أنا أستغرب حتى لما تشوف الأخبار وتشوف كيف يتعاملون مع رموزهم، مع نجومهم، الطريقة اللي يتعاملون لها لحماية. أما بالأسلوب هذا بينه وبينك يعني فينا، وأنا متأكد 100% شوف اللي قاعد يسوي الأشياء هذه والله العظيم ما له علاقة بكرة القدم ولا يفهم في كرة القدم ولا يدري. تعرف النوعية هذه اللي إذا جاء أول أيام الثمانينات إذا جاء مباراة راحوا يشجعون في التفحيط وما لهم علاقه بالكوره. هذه النوعيه هذه ما لها علاقه ولا شيء، يروح مع الفائز يفحط مع الفائز، ما له علاقه في الكوره ولا شيء. تلقاه في النهايه يعني تلقاه ما ادري من وين جاي للموضوع هذا، تلقى ما يعرف اللاعب منهم، بس مرسلك كذا يلا رح انت او تحدي ناس مهبل او تحدي. لذلك هذه فعلا لازم 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 لها عيب. والله العظيم عيب. يعني عبد الجواد هذا يعني هذه يعني التاريخ وانا متاكد انها انا سمعت الخلوق. يعني ابو عابد ترى من يعني بس ابغى اقول شيء للناس، متواضع عبد الجواد من جد. يعني خليك من تاريخه الذهبي والبطولات وتاريخ اجمل ايام الكره السعوديه، كان عبد الجواد احد صناع الايام الذهبيه للكره السعوديه كان محمد عبد الجواد. خليك من هذا الموضوع. محمد عبد الجواد من اجمل الناس اللي ممكن تعرفهم على المستوى الشخصي، صحيح. من ألطفهم صحيح. أدبا واحتراما وخلقا يعامل بهالطريقة بصراحة. يعني الوسط الرياضي ما في خير إذا يعني يؤيد مثل هذه الناس اللي تتعامل مع النجوم بهالطريقة أمام بيته، وكان شبه اعتداء جسدي على الرجل. الحين حنعرض اللقطة احنا بعد شوي. كابتن حاتم تعليقك. طيب أول شيء تذكر بجود في حلقة سابقة كان في موضوع عن محمد السهلاوي وعن كابتن ياسر القحطاني، تذكر هذا الموضوع؟ صحيح. أيضا مواضيع كثير سابقة قبلها. الآن كابتن محمد عبد الجواد، إحنا يجب أن نقف مع أنفسنا
ومن خلال برنامجك المحترم اللي دائما المليء بالمبادرات، يجب أن يعني إيش أبغى أقول يعني، والله أنا حزين صراحة على أشياء كثيرة مش على ذا المقطع فقط. نحن لدينا أزمة أخلاقيات، أقولها بمرارة، في بلد الأخلاق، بلد الأخلاق، إحنا بلد المملكة العربية السعودية بلد الإسلام بلد الأخلاق. يجب مع الإعلام الجديد اللي حاصل الآن ووسائل التواصل ما إلى ذلك، يجب أن نغير كثيرا في التربية وفي التعليم بكل أمانة. فكرة تربيتنا في البيوت، التعليم عندنا، أنا سؤال من زمان يعني يؤرقني، ليش شالوا كلمة التربية؟ طبعا قبل دمج وزارة التعليم العالي والتعليم، وكانت وزارة التربية والتعليم زمان، ليش شالوا كلمة التربية؟ يعني إحنا بدل ما نزيد الأخلاقيات قاعدين نشيلها. طبعا هي مش كلمة، بس الكلمة على الأقل للطالب، أنا أنتمي، أنا طالب في وزارة التربية والتعليم، على الأقل الكلمة تعطي إشارة إنه في تربية. هذه واحد. اثنين، حتى يعني أنا أحب أروح للجذور، يعني أن نحل المواضيع من جذورها، بلاش نتكلم يعني بسطحية. إحنا كثير من قيمنا للأسف نفتقدها، وأنا الآن بكلمكم الأستاذ عبد العزيز وأبو جود والناس اللي بيشاهدون الآن، الصغير ما عاد يحترم الكبير، الطالب ما عاد يحترم مدرسه، سب وشتم بصورة غير طبيعية في وسائل التواصل الاجتماعي، للأسف افتقدنا كثير من القيم. كيف نلحق أنفسنا مع الإعلام الجديد؟ زمان كانت التربية في البيت يمكن تكفي، زمان مضبوط، ولا يعني كنت تقدر تسيطر على ابنك، الآن صعب. يجب أنه في البيت يكون في عمل كبير، في المدرسة عمل كبير، في أي مكان في تعليم، طبعا في الابتدائي والمتوسط ما إلى ذلك. ألا أقصد إيش؟ يجب أن يكون في حلول، ما نقعد نتفرج كذا. هؤلاء اللي بيعملوا هذه الأشياء، إيش الوازع الأخلاقي غير موجود، وبالتالي ينطلقوا، ما أسسوا على أخلاق معينة. للأسف في بلد الأخلاق، ما بتكلم عن دول ما يعني، للأسف هم لا، أديانهم لا تنتمي الأخلاق، ولكن يعاملوك بأخلاق عالية. هنا يجب أن نقف وقفة. المبادرة اللي طرحتها قبل كذا يا بوجود، أعيد أكررها، وطرحتها في تويتر لمعالي وزير التعليم السابق الله يذكره بالخير اللي كلنا نحبه الدكتور عبد العزيز عزام الدخيل، والآن من خلالك للدكتور محمد العيسى، يجب أن تدخل مناهج الأخلاقيات في المدارس، في المدارس يجب أن التعليم يساعد البيت بكل أمانة. هكذا لا يصلح يعني في الخارج، والله يا بوجود السيد عبد العزيز، والله يعني أنا رحت مجلس ماجستير برا، أغلب المواد يدخلوا فيها إثيكس أخلاقيات، يعني مادة ما لها علاقة بالعرف، يعني دول غير مسلمة، القانون والأخلاقيات، الإعلام والأخلاقيات، مدري إيش الانتربرينورشيب والأخلاقيات، عرفت كيف؟ إحنا كلمة الأخلاقيات غير موجودة في مدارسنا أبدا، يعني ما تجدها، ولا أنا لا أتكلم عن الحلال والحرام وكتب الدين، الحمد لله إحنا هذه موجودة، أتكلم عن التعامل، يعني والله أسوي لك مناهج عن التعامل، تعامل الابن مع والده، وتعامل الطالب مع مدرس، التعامل مع وسائل التعصب، العنصرية، المدري إيش، كل الأشياء هذه تسوي لها مناهج، تبدأ تعرضها للطلاب هم صغار في المدارس. يعني اللي حاصل الآن في المدارس لا يوجد شيء في الأخلاقيات، للأسف حنخلق أجيال جديدة. تفضل. المشكلة. نعم. الموضوع هذا أن اللي قاعد يصير له جمهوره، هذه ترى على فكرة إشكالية، يعني لو المجتمع يرفض الأشياء هذه لا يا أخي ممكن تنقل، بس مشكلة لها جمهورها تتناقلها بطريقة سلبية. يعني مفروض أنا مثلا المقطع هذا، أنا بالنسبة لي يفترض أنه لما يجي على طول يحتفل واحد، ما يقعد يتناقله. لا أنا بقول لك شيء، أنا في بعض الأشياء أنا لا أبغى المجتمع يفهم، ولا يعني لي أنك أنت تثقف الحين مجتمع قانون، أنا أبغى قانون وعقاب، وهذا المجتمع يثقف نفسه من وراء القانون ومن هالعقاب. أنا بقدر أنتظر مجتمع أنا يتربى علشان واحد يعتدي عليه قدام بيتي؟ مش ممكن صراحة، يعني قدام بيت الرجل قاعد يعتدون. بس أنا أقصد مثلا جت مثلا أشياء في مواقع التواصل، اللي جالس مثلا يسرف في الأكل، اللي جالس يغسل مثلا بزيت، المجتمع كله رافضها، فلذلك لن تتكرر الحركة هذه. أنا هذا اللي أقصده. فلما الحركة هذه برضو يجي أحد يتكلم فيها ويرفض المجتمع وينتقد الشخص هذا ويوبخه، أكيد أنه بيستحي على دمه يعني في النهاية. نعم.
يا ابو جود انا لا الغي القانون، اتفق معك معكم تماما، هذا مع هذا بالطبع يعني، بالطبع يعني مش معقول. انا ليش اتكلم على التربيه وما الى ذلك والاخلاقيات، حتى ما اقول لك حنقضي على الموضوع، على تخفف من الموضوع، تعيد القيم الى المجتمع، وبالتالي تبني عليه اشياء اخرى. والقانون موجود وتضع قوانين، اتفق معك القوانين طبعا هي دائما الرادع، ولكن حتى لا اجعل البدايه ايش باللي ذكرته انا والقانون معه، لانه انا لو ما يعني جعلت المجتمع كله يعني للاسف اغلبه بدون قيم بدون مبادئ، القانون حيتعب يعني القانونيين حيتعبوا. فاحنا لا يعني نخفف هنا، وبالتالي يعني الناس اللي حيبداوا يتعرضوا للقانون حيبداوا يسووا اشياء خارجه قله مش الكثره. للاسف الان للاسف ترى بنشوف اشياء كثيره خارجه عن الاخلاقيات كثيره جدا، وانت لاحظ حولك يعني لما بتخرج لما بتروح اماكن معينه بتتواجه ناس كثر، ترى افتقدنا كثير من القيم والاخلاقيات يعني بكل امانه. وما نبي نتكلم بتنظير يعني، احنا بالعكس يعني نتكلم يمكن بحلول مباشره وواضحه ويعني وسهل انها تطبق على ارض الواقع، ما نتكلم باشياء بعيده وصعبه المنال وتنظيريه، لا سهله وتطبق. القانون مع ما ذكرته في التعليم هنا حتخلق جيل بالفعل مختلف يعني. الجيل الان الحالي واللي سبقه بشويه ترى عنده مشاكل كثيره، ولا اعمم بالتاكيد، ولكن الغالبيه للاسف افتقدنا كثير من القيم والاخلاقيات للاسف. تمام، حنوريكم المقطع. طبعا الناس يقولوا لي لا انتبه المقطع مفبرك، والله حتى لو مفبرك هذا التعليق اللي يطلع مننا لو هذا المقطع حقيقي ولا غير يعني، ولا غير حقيقي، هو المبدا والموقف واحد. التعامل مع الناس يجب ان يكون باحترام، ولا يستغل حياه الناس العامه او الشخصيات العامه تستغل حياتهم الخاصه بهذه الطريقه. وعبد الجواد تاريخ مضيء في الكره السعوديه، وشخص خلوق جدا ومن اجمل الناس اللي ممكن تتعامل معه وتعرفه، رجل محترم وفي غايه التادب. خلينا نشوف المقطع اللي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي لكابتن محمد عبد الجواد بدون تعب. شوفوا كابتن مساء الخير بالدوري جددت وبحر بالله صبر بعد متى بتفوزون بالدوري كابتن؟ ايش رايك كابتن؟ مبارك صور مشال النتي يا كابتن، صور مشال النتي، تعال صور مشال النتي، يلا تعال صور بقى صور البساط. كابتن متى تفوزون بالدوري؟ متى تفوزون بالدوري؟ كبر مبروك الشهرة لصاحب المقطع، ويجب واضح انه مبيت، واضح انه مبيت، عارف ليش؟ لنشوفه متلطم ومصور. لا قصدي متلطم يعني ما ودي يطلع وجهه، لانه عارف اصلا قاعد يسوي سوءه يعني. لو انه هو عارف انه قاعد يسوي شيء كويس طلع وجهه كامل وخلى خويص، بس واضح انه نازل حاط اللطمه انه بيسوي شيء مو كويس اصلا، لا له ولا لاسرته ولا لجماعته ولا لحموته. المشكله يعني قدام بيت الرجال وقدامه متلطم يعني، الله يعين ابو عابد. طبعا كل الاصدقاء الكابتن محمد عبد الجواد تواصلنا معهم كلهم يقولون جوالات الرجل مقفله يعني. طبعا في المقطع يقولون سيارته انسرقت، ما ادري انسرقت ولا لا، بس يعني صوت اللي مسجل الفيديو. حنروح الفاصل وبعد الفاصل نعود.